الحلقة دي جديدة وممتعة ومثيرة وفيها حاجات كتيرة، وهنشوف الأول كريم جايين وهو بيقول على المصيبة اللي بتحصل في بنجلاديش، وبعد كده هنشوف حكاية الدكتور مجدي يعقوب وكمية التأليف اللي جات على الراجل ده. هو ما يستاهلش كده بصراحة. نبتدي بكريم جايين، هو نشر الفيديو ده اللي احنا شايفينه وكتب عليه: سيندم كل وطن يطرد أبنائه، سيندم مسلمين بنجلاديش بعد طرد المسيحيين والهندوس، فقد تبدأ لاحقا حرب المذاهب الإسلامية ضد بعضهم البعض، وهؤلاء لا يعرفون معنى الرحمة أو الحضارة. طبعا الفيديو باين قوي ان فيه آلاف مؤلفة بتحاول تهرب من بنجلاديش. انا دورت على ايه السبب على الانترنت، فموقع ايلاف كتب في 7 أغسطس 2024: لا يوجد قانون ولا نظام، هجمات ضد الاقليات في بنجلاديش. والخبر بيقول: بعد ساعات من استقالة رئيسة الوزراء البنغالية الشيخة حسينة وفرارها من البلاد يوم الاثنين في عقاب احتجاجات حاشدة، تلقى أحد المتخصصين في التنمية المجتمعية في العاصمة دكة مكالمة هاتفية من بنت عمه ساركار هندوسي من بنجلاديش، يعيش في دولة 90% منها مسلمين، وتعيش ابنة عمه الأرملة في منزل مشترك مترامي الأطراف في حي مختلط في نترو كونا، وهي منطقة تتقاطع فيها الأنهار على بعد حوالي 100 كيلومتر، 62 ميل يعني، شمال دكة. يقول ساركار أن ابنة عمه بدت مرعوبة وقالت أن المنزل تعرض للهجوم والنهب من قبل حشد من الناس. وقالت السيدة أن نحو 100 شخص يحملون العصي اقتحموا المنزل وحطموا الأساس والأبواب، وقبل أن يغادروا أخذوا كل النقود والمجوهرات، ولم يعتدوا على أي من السكان البالغ عددهم 18 شخصا بما في ذلك عدد من الأطفال الذين ينتمون إلى 7 عائلات تعيش هناك. وبعد فرار الشيخة حسينة من البلاد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي تقارير عن تعرض ممتلكات ومعابد هندوسية للهجوم. وقال وزير الخارجية الهندي يوم الثلاثاء: ما كان مثيرا للقلق بشكل خاص هو أن الأقليات ومعابدها تعرضت أيضا للهجوم في مواقع متعددة، وما زال ذلك غير واضح. ومع ذلك كانت مجموعات شباب مسلمة تحمي أيضا منازل الهندوس وأضرحتهم لمنع المزيد من التخريب. ربنا يصلح الأمور ويهدي الأمور. تعالوا بقى نشوف التأليف في حكاية دكتور مجدي يعقوب. دكتور خالد منتصر كتب المذيع: ايه اللي خلاك يا دكتور مجدي تدخل الاسلام وتنطق الشهادتين؟ فدكتور مجدي قال له: بعد ما اقتنعت بكلام الدكاترة المصريين الاعجازيين اللي اتكلموا عن اعجاز علاج الجلطة بصلاة الفجر والصداع النصفي بالاعتكاف وان المشي للمساجد بيخفض الكوليسترول، فورا قمت جايب الكرتونة ديت اللي احنا شايفينها معاه ديت وكتبت عليها زي ما انتوا شايفين ورفعتها في وش المهرطقين، ثم بكيت حتى ابتلت لحيتي. المذيع قال له: بس انت مالكش لحية يا حاج يعقوب. دكتور مجدي قال له: ما هو ده الاعجاز. ايضا دكتور خالد منتصر: تسريبات تسريبات، التوصل الى الادلة التي اقنعت دكتور مجدي يعقوب. ايه بقى الأدلة؟ معزة مكتوب عليها الله، وبالصور لفظ جلالة يظهر على قطعة لحم بالدقهلية، ايضا من ايات الله في الكون بيضة مكتوب عليها اسم الله، وايضا الصورة ديت كمان اهو مكتوب على الثمرة الله. ايضا دري جمال علق على المنشور بتاع دكتور خالد منتصر: اللهم اعز الاسلام باحد المجدين، مجدي يعقوب او مجدي عبد الغني. الصورة برضو اللي هي
وهو حامل الشهادتين، وتبين ان هي متفبركة، والصورة الأصلية اللي هي ديت اللي هي هابي بيرثداي ديفيد. وهنشوف بقى الصورة ديت كانت امتى. الصورة ديت كانت في 16 أكتوبر 2019. كان الخبر مجدي يعقوب يحتفل بأقدم مريض زرع له قلب ويبلغ من العمر 90. ومكتوب في الخبر: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر صورا للدكتور مجدي يعقوب وهو يقوم بتهنئة أقدم مرضاه بمناسبة عيد ميلاده الذي بلغ من العمر 90 عاما. أيضا دكتور خالد منتصر كتب: الحمد لله دكتور مجدي يعقوب ينطق بالشهادتين بعد دخول ميسي ورونالدو ودروجبا وفريمان وهتلر إلى الإسلام. دخل مجدي يعقوب بعد أن رأى في المنام أنه يؤدي العمرة، شرح الله صدره وهو الآن يحمل اسم عكرمة يعقوب، بارك الله فيه. وتعالوا نشوف بقى القصة اللي اخترعوها عشان يعرفوا الناس ازاي هو قبل الإسلام. ففي أماني صلاح الدين كتبت: أجمل خبر قريته النهاردة، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، الله أكبر. أنا كان قلبي حاسس إن الدكتور مجدي يعقوب ربنا هيمن عليه بنعمة الإسلام، وسبحان الله من نص ساعة علمت إنه نطق الشهادتين. وبسؤال الدكتور مجدي عن أهم الأسباب التي جعلته يعتنق الديانة الإسلامية أجاب قائلا إنه في الواقع اعتنق الإسلام من أكثر من 30 سنة، وبدأ التعمق أكثر وأكثر في القرآن الكريم دون أن يعلم أي شخص حوله بهذا الأمر حتى أقرب الأقربين. وأول نسخة حصل عليها كانت عن طريق إرسال سائقه الخاص لكي يشتري له مصحف بحجة أنه سيهديه لصديق مسلم. ويقول: منذ بداية لمسي لهذا الكتاب العجيب أحسست بشيء غريب من الطمأنينة والسكون في قلبي، وكأني انتقلت إلى عالم آخر. وكان يحتفظ بهذا القرآن في مكان عمله وخبأه في الدولاب الخاص به في غرفته بالمستشفى. ويكمل كلامه قائلا أنه بعد أن خبأ القرآن في مكان عمله انتابته وساوس الشياطين، وترك هذا القرآن ما يقرب من أسبوع كامل دون أن يقرأ صفحة واحدة. ثم في اليوم الثامن، وكان يوم جمعة، كان جالسا بمنزله، ثم جاءه اتصال هاتفي بضرورة حضوره للمستشفى فورا لوجود طفل في حالة صعبة. وجميع الأطباء الموجودين في المستشفى أكدوا أن حالة هذا الطفل ميؤوس منها تماما وأنه في عداد الأموات، ولكن أحد الأطباء الموجودين اقترح عليهم بالاتصال بالدكتور مجدي. فقام أحد الأطباء بإخراج هاتفه واتصل على الدكتور، فقامت والدة هذا الطفل بخطف الهاتف من الطبيب وتكلمت مع الدكتور مجدي وظلت تبكي وتترجاه للحضور. وبالفعل ذهب الدكتور مجدي على الفور للمستشفى، ولكن حدث شيء غريب لا يصدقه عقل، حيث أنه بعد وصوله بدأ مسرعا في فحص هذا الطفل، ولكن فجأة استفاق الطفل وهو ممسك بيد الدكتور مجدي وكأن لم يصيبه أي مكروه، والجميع كانوا مندهشين وينظرون إلى بعضهم في ذهول. ثم قامت والدة الطفل بالسجود وظلت تحمد الله وشكرت الدكتور مجدي. ويكمل الدكتور قائلا أنه في هذا الوقت كان مرهق للغاية حتى أنه لم ينم منذ الأمس، فقرر الصعود لغرفته في المستشفى لكي ينام قليلا، ورغم إرهاقه الشديد لم يستطع النوم، وكأن هناك شخص يناديه. حينئذ تذكر القرآن الكريم الذي قام بتخبئته في دولابه الخاص، فقام من على السرير وأمسك بالقرآن وقام بفتحه عشوائيا، وسبحان الله جاءت عينه على الآيات الكريمة في سورة المائدة 71. ثم حدث أمر غريب أكثر غرابة من موضوع الطفل المريض، حيث أنه نام مباشرة دون وعي منه، ورأى في منامه أنه يطوف حول الكعبة، وأثناء طوافه أتاه رجل بوجه منير، حتى أن الدكتور مجدي لم يستطع النظر في وجه هذا الرجل من شدة سطوع وجهه. وقام هذا الشخص بالهمس في أذن الدكتور مجدي قائلا: افعل كما تراني أفعل.
وأعطاه رداء أبيض وأمره بارتداءه، ثم طاف 7 مرات حول الكعبة عكس اتجاه عقارب الساعة، ثم سعى 7 مرات بين الصفا والمروة. ويكمل الدكتور مجدي كلامه قائلا أنه حينما استيقظ بحث على هادفه عن خطوات العمرة، وبالفعل تبين أن كل ما فعله أثناء نومه مطابق تماما لبحثه، كما أنه أحس بإحساس غريب من الراحة والسكون وطمأنينة النفس، ولكنه ظل في حيرة من أمره وماذا سوف يفعل، هل يدخل في الإسلام ويخسر زوجته وأولاده وأصدقاءه أم يظل على حاله. ثم قرر بينه وبين نفسه أنه سينطق الشهادة دون أن يعلم أحد، وبالفعل ظل يعبد الله وحده الذي لا شريك له لمدة 30 سنة. ثم قرر اليوم الجمعة أيضا أن ينطق الشهادة على العلن، وحينما سألوه عن إشهار إسلامه أخبرهم أنه لم يعد في العمر بقية، ولذلك أصر على نطق الشهادة أمام الجميع دون تردد. فعلا ينفع فيلم عربي، حاجة غريبة، التأليف لا حدود له. نيجي بقى المعجزة كبيرة كانت حصلت في لبنان. دخل إلى دير سيد نايا باكرا رجلا لزيارة، وكان معه شمعة بطول 1.6 متر تقريبا كي يوفي نذرا، وصادف أمام باب كنيسة الدير إحدى الراهبات الراهبة مارينا المعلوف، وطلب منها بأن تشعل له الشمعة أمام صورة السيدة العذراء داخل الكنيسة، وأعطاها بعض المال لتضعه في صندوق التبرعات، وذهب على الفور لأنه كان على عجلة من أمره. وما كان من الأخت مارينا إلا أنها وضعت المال في الصندوق ثم وضعت الشمعة أمام السيدة العذراء وأخذت عودا من الكبريت كي تشعلها، ولكنها تفاجأت بأن عود الكبريت احترق كاملا والشمعة لم تشتعل. أخذت عودا آخر، ولكن النتيجة كانت نفسها، حولت بعدة عيدان وكانوا كلهم يحترقون للآخر والشمعة لم تشتعل. حينها سمعت صراخا خارج الدير، أسرعت للخارج لتعلم مصدر الصوت، ثم اكتشفت بأن الرجل الذي أعطاها المال والشمعة قد توفي بذبحة قلبية على آخر درجة لدى خروجه من الدير. ومباشرة كانت قد وصلت شرطة صيد نايا والمخابرات السورية وبدأوا التحقيق، ولكنهم لم يستطيعوا الكشف عن هوية الرجل، ولم يكن أحد يعرفه من الموجودين آنذاك. فما كان من الأخت مارينا إلا أنها عرفت عن نفسها وقالت بأنها لا تعرفه أيضا، فقد رأيته منذ دقائق حين أعطاها المال والشمعة ليوفي نذره على الفور. سارت الشرطة إلى الكنيسة وأخذوا المال والشمعة ليفحصوهم، واكتشفت الشرطة حينها بأن داخل الشمعة معبأ بأصابيع الديناميت والتي ان تي الشديد الانفجار، ولكن السيدة العذراء مرة أخرى حامت ديرها وحامت الذين كانوا أمام صورتها في تلك اللحظة. بركاتك يوم النور، كله يعمل شير لكي يعلم الجميع معجزات العذراء وليتمجد اسم الرب. من ناحية أخرى نشر دكتور خالد منتصر الصورة ديت والناس بتصلي في الشارع. تعرفوا دي فين؟ هتقولوا لي في دولة عربية؟ لا، ده في تورنتو في كندا. كتب هذا المشهد في تورنتو كندا، وقبلها أضعاف هذا العدد كانوا يفترشون ويصلون في أهم شارع في ميسيساجا. طب السؤال ليه؟ عندك عدد مساجد يستوعب ضعف الجالية الإسلامية الموجودة بتصلي في الشارع ليه؟ هو لازم الاستعراض والصراخ بالطقوس ومحاولة فرض طقوسك بالعافية وتعطل المرور وتضايق الناس وبعدين يطلعوا يقولوا بتهاجم الإسلام ليه؟ هو الإسلام انك تصلي في الشارع وتسد وتعمل ارتباك؟ هو ده فهمك للإسلام؟ انك تبلطج على الناس وتمنعهم من انهم يمارسوا حياتهم وحركتهم العادية في الشارع؟ انا غير مسؤول عن فهمك القاصر المشوه ده، اسمه تحرش ديني. كندا بلد فيها تنوع بتستوعب كل الثقافات والديانات بكل رحابة صدر وعقل، ومفيش جالية بتعمل كده هناك الا بعض ابناء الجالية الاسلامية. احترم صلاتك وطقوسك، وانا اول من يدافع عن حقك في أدائها، لكن في مسجدك وليس في الشارع
توقعي المتواضع مما شاهدت ولمست في كندا أن المتطرفين الإسلاميين هيسيطروا عليها في غضون 10 أو 20 سنة، مستغلين علمانية البلد وعدم فهم الكنديين لجذور الإقصاء في الفكر السلفي. بيتر نشر الصورة ديت للتلاتة اللي جابوا ميداليات في باريس المصريين، وكتب اللي قدامك في الصورة هم أحمد الجندي وسارة سمير ومحمد السيد. أحمد الجندي كسب ميدالية ذهبية في الخماسي الحديث، سارة سمير كسبت ميدالية فضية في رفع الأثقال، ومحمد السيد كسب ميدالية برونزية في المبارزة. نجاح الثلاثي ده مجاش من باب الصدفة أبدا، وكل واحد فيهم ليه حكاية عانى جواها بالفعل. أحمد الجندي مثلا قبل الأولمبيات حصلت له إصابة في كتفه، وأهله كانوا بيقولوا أنه ما كانش هيشارك أصلا في أولمبياد باريس لولا دكتور العلاج الطبيعي حاول على قد ما يقدر أنه يرد كتف أحمد بشكل ما يأثرش على العضلات ولا الأربطة. أما سارة سمير الاتحاد غدر بيها في 2016 بعد ما كسبت برونزية أولمبياد ريو، ورفضوا يساعدوها تأجل امتحانات ثانوية عامة وسقطت بسببهم. سارة كمان ما شاركتش في أولمبياد طوكيو أصلا بسبب فضيحة منشطات الاتحاد كان سبب فيها، يعني سارة عانت نفسيا مرتين بسبب الاتحاد. أما محمد السيد كان قريب جدا يحقق ميدالية في أولمبياد طوكيو لولا إصابته في مباراة ربع النهائي، وكمل المباراة مصاب وخسر في النهاية بسبب الإصابة، وده أكتر شيء بيضايق أي رياضي إنه يخسر بسبب إصابة حصلت له بشكل مفاجئ هو ملوش أي ذنب فيها. كل الحكايات دي غير حكاية عدم الدعم الكافي من الاتحادات، كانوا شغالين لوحدهم تماما، اجتهاد ذاتي ضخم من أجل تحقيق الحلم. عشان كده التلاتة دول أبطال فعلا، نماذج مشرفة ونتعلم منها فعلا إننا ننحت في الصخر وما نستسلمش مهما حصل. في وسط ظروف وإصابات وبيئة لا تسعى إلى النجاح، أحمد وسارة ومحمد قدروا يكونوا أبطال ويرفعوا علم مصر في أولمبياد باريس 3 مرات. في خبر حلو للي فايزين بالميداليات الذهبية، القوى يمنع جوائز للفائزين 2.4 مليون دولار في أولمبياد باريس. والخبر بيقول سيصبح الاتحاد الدولي لألعاب القوى أول اتحاد رياضي دولي يمنح جوائز مالية للفائزين بميدالية ذهبية في أم الألعاب خلال دورة الألعاب الأولمبية المقررة في باريس من 26 يوليو إلى 11 من أغسطس المقبلين كما أعلن الأربعاء. وسيحصل الفائزون بالميدالية الذهبية في كل من المنافسات الـ 48 في ألعاب القوى في باريس على 50,000 دولار. يعني أحمد الجندي هيفوز ب 50,000 دولار من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، ولكن للأسف بقى سارة ومحمد السيد المرة الجاية إن شاء الله في الأولمبيات اللي جاية هيبقى في جوائز تاني، لكن في الدورة ديت مفيش أي جوائز للي حاصلين على الفضية أو البرونزية. لو عجبكم الفيديو ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين، شكرا لكم.